السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. التضامن بطلا للمرة الثالثة لكأس حضرموت السادسة على حساب سمعون بركلات الترجيح. تواصل منافسات البطولة الثقافية الفكرية لوحدات المنطقة العسكرية الثانية. المؤسسة الطبية الميدانية تدشن مشروع الأمن الغذائي بمديرية ثمود. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. سلم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني كأس النسخة السادسة من كأس حضرموت لكرة القدم نادي التضامن عقب فوزه على سمعون بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في تحقيق لقب ثالث للتضامن، وكسر به التعادل مع جاره شعب حضرموت الذي توج بها مرتين. المزيد في سياق هذا التقرير. توج فريق نادي التضامن مساء أمس الجمعة بكأس حضرموت السادسة لكرة القدم عقب فوزه على نادي سمعون بركلات الحظ الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على العشب الأخضر لملعب الفقيد براد بالمكلا بحضور رسمي وجماهيري كبير. وشهدت المباراة الختامية التي انتهت بالتعادل السلبي خلال شوطي المباراة الأول والثاني مشاركات لافتة من قبل الأطفال المصابين بالسرطان والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين رافقوا دخول اللاعبين لأرضية الملعب ونفذوا ركلة البداية. وأمنت وحدات من قوات الأمن موقع المباراة ونظمت فيه الحركة. وخلال نهاية المباراة تم تكريم المحافظ البحسني من قبل اللجنة الرئيسية للبطولة والاتحاد اليمني العام لكرة القدم، وتكريم لجنة البطولة لعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية، كما جرى تكريم أفضل لاعب وحارس خلال المباراة. نحن سعداء جدا بقيادة السلطة المحلية هذه الليلة عندما شاهدنا هذا العرس الرياضي الكبير. حضرموت كلها فرحة ومستبشرة وسعيدة جدا بهذا العمل الرياضي الرائع الذي شاهدناه الليلة. كانت مباراة رائعة، كان لعب نظيف، كان جمهور منضبط ورائع جدا. قل ما يتواجد هذا الجمهور في الملاعب في دولا فيها أمن واستقرار غير اليمن، لكن حضرموت الليلة قدمت رسالتها إلى العالم وإلى العالم العربي وإلى التحالف وإلى قيادة الشرعية بأن ما تم في حضرموت عمل كبير، وهذه نتائج العمل الكبير، الاستقرار والتنمية والاتجاه نحو الرياضة ونحو كل ما يفرح المواطنين. كما هنأ وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي نادي التضامن بإحرازه فريقه لكرة القدم لقب بطولة كأس حضرموت في نسختها السادسة، ومعربا عن تهانيه لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولاعبي نادي التضامن وجهازه الفني والإداري على المستوى الجيد الذي قدمه الفريق في المباراة. في الواقع نحن سعداء بهذه الأجواء الرائعة وبهذا الزخم الذي شهدته مدينة المكلا عصر هذا اليوم الجمعة. في الحقيقة كانت تظاهرة وعرس حضرمي جميل جدا، الجماهير الرياضية تدفقت منذ الصباح الباكر من هذا اليوم الجمعة لمشاهدة هذا اللقاء الكبير. لا أحد اليوم خاسر، الكل فائز بهذا العرس الكبير وتشريفه بالراعي هذه البطولة سيادة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني. الحقيقة شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه البطولة، شكرا للتضامن ألف مبروك، وشكرا لسمعون وأيضا ألف مبروك وهارد لك إن شاء الله تعالى في مناسبات قادمة. جهود أمنية حاضرة على رأس هرمها ممثلة بالعميد منير كرامة التميمي مدير أمن شرطة ساحل حضرموت، الذي صرح أن الخطة الأمنية كانت عامة لجميع مداخل ومخارج الملعب والبيوت والأماكن القريبة منه، مقدما في سياق حديثه اعتذاره وأسفه الشديدين لكافة المواطنين على إغلاق بعض الطرق لأسباب أمنية وبصورة مؤقتة لما تقتضيه المصلحة العامة.
مواطنون كانوا قد عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالتواجد الأمني والعسكري والقوى لتأمين المباراة والحضور الملفت لقوات مكافحة الشغب التي تشارك لأول مرة في تأمين الفعاليات بحضرموت. أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسري أن نهائي كأس حضرموت لكرة القدم قدم حضرموت ورسالتها للعالم في أجمل صورة وأروع بهاء، وأنها قادرة على استضافة بطولات أكبر. وقال المحافظ لدى لقائه اليوم أعضاء اللجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم بالمكلا أن ما ظهرت به المباراة النهائية للبطولة كان نتاج عمل جماعي كبير وحصيلة جهد اللجنة ولجانها الفرعية، مضيفا أن الجميع قد تحلوا بروح رياضية ووطنية جميلة نتج عنها نجاح سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي لتوصيل رسالة هامة للعالم ودول التحالف أن حضرموت وضعت في سكة تحول إيجابي جديد. وقال أن هذا النجاح يمنحنا ثقة إضافية بأجهزتنا الأمنية لاستضافة بطولات أكبر. وأعلن المحافظ عن وصول العشب الخاص بالإستاد الأولمبي بسيئون وتوسعة ملعب الفقيد باراد بالمكلا واعتماد مدرجات إضافية، وأعلن عن اعتماد تعشيب ملعب الشاحت بالشحر نهاية هذا العام الجاري والبدء بتعشيب ملاعب رسمية في الساحل والوادي خلال السنوات التي تليها، ووضع حجر الأساس قريبا للمدينة الرياضية بمنطقة فلوك بالمكلا، بالإضافة إلى إعادة تجهيز وتسليم الصالة المغلقة بمنطقة خلف لمكتب الشباب بالساحل. وقام المحافظ عقب ذلك بتكريم أعضاء اللجنة لجهودهم في إنجاح البطولة. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على أهمية الاحتفاء بالمعلم وتكريمه وفاء وتقديرا لدورهم الكبير في حمل رسالة التربية والتعليم والتنوير في المجتمع. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العامة للاحتفال بيوم المعلم السنوي. وأشار الوكيل عبدون إلى ضرورة الإعداد الجيد والتهيئة المبكرة لإظهار هذا التكريم بشكل يليق بعطاءات المعلم في الحقل التربوي والتعليمي، منوها إلى أن هذا العام سيشهد تكريما موسعا لعدد كبير من كوادر التربية. وأضاف وكيل التربية أن هذه الاحتفالية تأتي برعاية كريمة وتمويل من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، موضحا في سياق كلمته بأن التكريم سيكون محليا على مستوى المديريات ومركزيا على مستوى المحافظة. وفي الاجتماع تم مناقشة الخطة العامة وتفصيلاتها للبدء في تنفيذ آليات التكريم الذي ستشهده المديريات كافة والمحافظة خلال الفترة القريبة القادمة. تأهل معسكر قيادة المنطقة الثانية ولواء الريان ومعسكر كوارتز ولواء برشيد للدور قبل النهائي من منافسات المسابقة الثقافية والفكرية التي تنظمها المنطقة العسكرية الثانية تحت إشراف شعبة التوجيه المعنوي ضمن الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت. وجاء تأهل معسكر قيادة المنطقة العسكرية الثانية عقب فوزه على كتيبة الدعم والإسناد معسكر الجوية بنتيجة 11 نقطة مقابل 8 نقاط، فيما تأهل لواء الريان بتسع نقاط مقابل 8 على حساب لواء النخبة الحضرمي، واستطاع كوارتز التغلب على لواء الأحقاف بنتيجة 11 نقطة مقابل 9، فيما كان تأهل لواء برشيد على لواء الدفاع الساحلي بعد انسحاب الأخير من المنافسات. وخلال المنافسات طلع رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس على المنافسة الفكرية والثقافية، وحثوا خلالها المشاركين على التحلي بالأخلاق الرفيعة والتنافس الشريف والاستفادة القصوى من المعلومات التي تطرح خلال المنافسات. بادرت ألوية ومعسكرات المنطقة الثانية إلى استدعاء جنودها المستجدين للانخراط في دورات تدريبية لرفع جاهزية وكفاءة قوات المنطقة، حيث دشن معسكر الحمراء غربي المكلا
دورة تنشيطية للمستجدين الصقور الحمراء بحضور أركان المعسكر المقدم سعيد باقعود وركن التدريب الملازم ثاني علي البريكي. وخلال التدشين ألقى أركان المعسكر باقعود كلمة للجنود، أشار خلالها إلى مهارات التدريب العسكري والقتالي في هذا المعسكر لاكتساب المهارات القتالية الهامة للجندي، وقال للجنود أنكم اليوم تلتحفون هذه الأرض للدفاع عنها بعد أن ارتوت بدماء زكية دفعت ثمن التحرير والحرية للأرض والإنسان. وفي ختام كلمته نقل كلمات الثناء والشكر والعرفان لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على دعمه السخي لإنجاح الدورات وتشجيعه الدائم لاستمرارها. تواصلت قيادة خفر السواحل مع الهيئة العامة للمصائد السمكية وجمعية الصيادين وصندوق النظافة والتحسين بالمكلا لمنع الصيادين دخول قوارب الصيد ووقوفها في خور المكلا. ويعتبر هذا قرار المنع حفاظا على المنظر الجمالي لواجهة المكلا وقبلتها خور المكلا السياحي. وأوضحت قيادة خفر السواحل أنه سيصاحب قرار المنع حملة ميدانية ستقوم بها قوات خفر السواحل بعد تبليغ كافة الجهات المختصة على كل من يخالف وتتخذ معه كافة الإجراءات اللازمة. واستبشرت قيادة خفر السواحل خيرا في تصريح قالت فيه أنه سيتم إعادة ترميم الخور من قبل أحد المنظمات الدولية في قادم الأيام. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على أهالي عدد من المناطق النائية بمديرية تريم بوادي حضرموت في إطار تحسين ظروفهم المعيشية. وتأتي هذه الإغاثة استمرارا للجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة تزامنا مع عام التسامح لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في كافة المجالات، حيث قامت فرق الهيئة بتوزيع 350 سلة غذائية استفاد منها 1750 فردا من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق القرية والقوز وقاهر وبعطير بمديرية تريم. وثمن المستفيدون هذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي، شاكرين جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والحرمان عن أشقائهم. دشنت المؤسسة الطبية الميدانية مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي بمديرية ثمود، حيث قامت بتوزيع المعينات الغذائية على الأسر التي تعيش ظروفا صعبة نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد. وأكد المتحدث باسم المؤسسة الطبية الميدانية أن عملية الصرف لهذه الحالات تسير وفق المعايير والآليات المحددة للتوزيع، داعيا الجميع إلى التعاون والمساعدة والإسهام في إنجاح المشروع حتى يستمر خلال المرحلة المقبلة بصورة جيدة. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. التضامن بطلا للمرة الثالثة لكأس حضرموت السادسة على حساب سمعون بركلات الترجيح. تواصل منافسات البطولة الثقافية الفكرية لوحدات المنطقة العسكرية الثانية. المؤسسة الطبية الميدانية تدشن مشروع الأمن الغذائي بمديرية ثمود. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.